بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تجديد نداء ودعوة إلى أساتذة التعليم الابتدائي، بارك الله فيكم، بولاية عين دفلة، بارك الله فيكم إخوانكم، راه مازالوا محتجين، مازالوا صامدين في جميع الولايات، في الجزائر، في البلويدة، في السكيكدا، في المسيلة، خاصة المسيلة جاية، جميع الولايات أساتذة التعليم الابتدائي مازالوا صامدين ومازالوا محتجين كل يوم اثنين أمام المديرية، مديرية التربية، بارك الله فيكم. توعوا وعوا بعضكم البعض، لا بد نقف وقفة رجل واحد. المشاكل اللي يتخبط فيها التعليم الابتدائي أو أسرة التعليم الابتدائي مشاكل قديمة، مش حديثة، قديمة. إلا أن الأساتذة كانوا ساكتين، كانوا صابرين، كانوا خدم وسكت، خدم وروح، بارك الله فيكم. جات فرصة، رام أساتذة الابتدائي واقفين، رام محتجين، بارك الله فيكم. لازم نتحدوا، لازم كلمة واحدة، صوت واحد، احتجاج واحد. جميع الولايات رام يحتجوا أمام المديريات كل يوم اثنين، بارك الله فيكم. ما تخذلوش خاوتكم. المشاكل ولا المطالب تمس الجميع. المطلب الأول هو التصنيف. القانون خرج في 2014، عنده 5 سنوات أو 6 سنوات ما طبقوه، الترقية إلى الصنف الثاني عشر. إلا أن الأساتذة اتفقوا، راهم يطالبوا بتوحيد التصنيف، لابد كل أستاذ يكون في الصنف الثالث عشر. قديما كان التوظيف في الابتدائي بدون شهادة جامعية ويدون لهم تكوين، أما الآن ثانوي متوسط ابتدائي راهم كامل بشهادة الجامعية، التوظيف على أساس شهادة، كامل ليسونس، كامل ماستر. لذلك لابد يكون تصنيف واحد. إضافة على ذلك الحجم الساعي، الحجم الساعي رانا نخدمه أكثر حجم ساعي، ابتدائي متوسط ثانوي حتى الجامعي، أكثرهم حجم ساعي هو الابتدائي. علاه؟ في الخلصة وفي الراتب هم أقل راتبا، وفي الحجم الساعي هم أكثرهم راتبا. علاه؟ هذه حقرة. نطالبوا بتخفيض الحجم الساعي، ولا يديروا حلول لهذا الحجم الساعي، يديروا أساتذة تربية فنية، أساتذة تربية بدنية، أساتذة تاريخ وجغرافيا في الابتدائي، أساتذة مع على باليش أنا، يفتحوا مناصب الحراسة، أستاذ يحرس التلاميذ في الساحة، في المطعم، علاه ما يديروش مشرفين تربويين، دي سيرفايون في البريمير؟ علاه؟ الحجم الساعي هذا ما يساعدش، ولا يخلصونا على سبيل الحجم الساعي. مشاكل كثيرة كثيرة في الابتدائي رانا نعانوا منها، بارك الله فيكم. إخوانكم راهم واقفين، راهم محتاجين في جميع الولايات، إلا الولاية تاعنا، ولاية عين دفلة، رانا نوقفوا كل يوم اثنين، لكن العدد راه قليل، بارك الله فيكم. أساتذة التعليم الابتدائي بالولاية أرواحوا أوقفوا أمام المديرية احتجاجا ومطالبة بالحقوق، ومطالبة بالتصنيف، ومطالبة بتخفيض الحجم الساعي، مطالبة بالإنصات، ويستمعوا لنا ويلبون المطالب اللي راهم يقولوا الوقت غير مناسب. هذا هو الوقت المناسب، 6 سنوات القانون من يصدر، على ما تكلموش، على ما تبقوش. وين كانت النقابات؟ ما يهمناش، ما يهمنا كلام أي شخص، هذا هو الوقت المناسب، لازم نحتجو ولازم نتكلموا. لو كان ما تهدروش الأمور راح تزيد تدهور، والله نولوا في أمور أكثر من هكا. لابد نتحدوا، لازم نتكلموا، رانا محقورين تاع الابتدائي بشهادة أساتذة الثانوي والمتوسط. أنا أصحابي قروا عام في البريمير وذكرهم في الليسي، قالوا لهم حايرين فينك، فرانا نخدمه، بارك الله فيكم. الأولى والنورمالمون نخلصوا أفضل من جميع القطاعات. سبحان الله، كاين حارس ولا منظفة في قطاعات أخرى تخلص خير، ما هذا ليس إهانة لهم ولا استهزاء منهم، ولكن عملهم شريف ورام يخلصوا وربي يبارك لهم. لكن احنا رانا نخدمه مع أفضل وأهم فئة في المجتمع اللي هم الأطفال. إذا أردت بناء مجتمع وبناء دولة وبناء جيل يكون بالأطفال، أطفال وتلاميذ الابتدائي. لذلك أستاذ التعليم الابتدائي لابد الاعتناء به، لابد يكون مستراح، لابد يكون الرتب بتاعه مناسب حسب عمله ومناسب للحجم الساعي. كما قلت حارس ولا منظفة في قطاع آخر يخلصوا خير منا. علاه؟ ما على باليش علاه. وحنايا والفت الوزارة أنه أساتذة الابتدائي ما يتكلموش، ما يهدروش، ما يحتجوش، ما يديروش إضراب. علاه؟ طبعوا وعام ورا عام ساكتين ساكتين ساكتين، كفانا سكوتا وكفانا إهانة وكفانا حقرة وكفانا مذلة. لازم نقف، لازم نحتج، وإن شاء الله يلبونا المطالب تاعنا، وإن شاء الله يردونا الاعتبار، وإن شاء الله تكون لأستاذ الابتدائي المكانة المناسبة له، بارك الله فيكم. نداء
الى اساتذه التعليم الابتدائي بالولايه، لازم توقفوا امام المديريه، وما تقوليش نقعد في ليكول، ارواح اوقف امام المديريه، نديروا احتجاج ونوقفوا ويشوفونا بلي رانا واقفين ورانا نطالبوا بالمطالب تاعنا. بارك الله فيكم، الله يجازيكم، وعوا بعضكم البعض. المشاكل هذه تمس الجميع، انا ما عندي حتى فايده، واللي راهم يجوا ما عندنا حتى فايده، رانا نطالبوا بالحقوق تاعنا، رانا محقورين اساتذه التعليم الابتدائي، والله الا رانا محقورين في الحجم الساعي، في الراتب، في التصنيف، في الحراسه، في كلش. كاين يقول لك يطالبوا غير بدراهم، مين طالب بدراهم؟ ورا المشكل الجزائر، الناس كلاتها كلاهم، وتقعدوا تعسوا غير في معلم الابتدائي. حارس كيما قلت في قطاع اخر يخلص خير منا، علاه نطالبوا بالزيادة؟ لا، لم يخلصونا على حسب الحجم الساعي، نخدموا أكثر من 30 ساعة، يخلصونا على حسب 30 ساعة، علاه؟ التصنيف باش يطلعونا الثاني عشر فقط، قانون عنده 6 سنوات، ما طلعونا، ما هضروا عليه، نورمالمون يطلعونا وأثر رجعي يخلصونا، يعطونا الرابط تاع 6 سنين، ملي خرج القانون. بارك الله فيكم، وعوا بعضكم البعض، نجوا نقفوا أمام المديرية غدا الاثنين، 4 أكتوبر، 4 نوفمبر. الاثنين غدا 4 نوفمبر نتلاقى ونوقفوا كلمة واحدة واحتجاج حتى يرجعونا المطالب تاعنا وحتى يردونا الاعتبار. بارك الله لي ولكم، بارك الله فيكم، لي وصلوا الفيديو بارطاجيه، ارسل لأساتذة التعليم الابتدائي حتى يتوعوا ويفهموا المشكل. بارك الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.